وبدليل أن أنا بذاتي كنت شاب وهذه التجربة الأولى لي، ولم أدخل معتلك التصوير حتى اليوم، حتى ذلك اليوم. على أي حال هذه التجربة كانت ناجحة لي، وبالتأكيد أن بقية أعمالي واستمرارية أعمالي في هذا المسلسل كانت من الصدق أيضا. الإخلاص والتواصل مع مفردة الإخلاص دوما وأبدا هي الرتبة الأولى، إن صح لنا التعبير، أو المرحلة الأولى لوصول أي إنسان إلى سلم الموفقية والازدهار والنجاح. ما هو رأيك أن نشاهد بعض اللقطات المدبلجة التي تمت دبلجتها في استوديوهاتنا في قناة الكوثر الفضائية من هذا المسلسل وهذا العمل الشهير؟ بعد ذلك نعود ومتابعة المشوار لو سمحت. وما الذي قد يفعله الأخ بأخيه سوى العفو والتحنن؟ نحن كنا إخوانك، فلما فعلنا ما فعلناه بك يا يوسف؟ أما أنا فقد نسيت الماضي، عفوت عنكم هناك في قعر الجب. لكنني لا أريد أن يعفى عني. نحن قد ظلمناك حقك يا يوسف، فلا تفعل أنت ذلك، فعفوك هذا يقتلني يا أخي. أقسم عليك يا يوسف، أقسم عليك يا يوسف أن تعاقبنا، فأنا قد كرهت نفسي يا أخي، أنا قد كرهت نفسي يا يوسف. إن كنت تريد عقابا فتقدم إلي. اضرب يوسف، أرجوك اضربني يا يوسف. أبدا أي ضغينة في قلبي تجاهك وتجاه إخوتي. أقسم بالله، أقسم بالله إنك تستطيع أن تنزل بي أشد من هذا العقاب. هذا الحياء يقتلني. هل هذا أدلاوي؟ اهدأ يا أخي، لقد التقيت بكم حتى الآن عدة مرات، عزمت مرارا أن أضمكم إلى صدري، أن أضمكم لكي أسكن روع ألم الفراق القديم، ولم أوفق. لم يكن مأذونا لي. أنا أحبكم جميعا يا إخوتي من صميم قلبي، وكنت أعد الساعات رجاء أن أحظى بهذا اللقاء. لا تفعل هذا يا أخي، لا تفعل، فهذا يشعرني بالخجل. لا عفى الله عني إن أنا تسببت في حياء أخي. أتشهد يا الله، أنا الذي أخطأت، أنا الذي عصيت، ويوسف الذي استحى. فهل الظالمون أمثالنا أهل للعفو يا الله؟ أترى يا يهودا أي رجل كريم قد ظلمنا؟ أترى
نعم يوسف الصديق، حوار كريم مع من قام بأداء دوره الممثل الرائع والمتميز مصطفى زماني، ضيف حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مع المشاهدين. شاهدنا وإياك بعض اللقطات من هذا المسلسل، مواقف جدا مؤثرة تأخذنا إلى أن نفكر هنيها بالتعامل مع الآخرين بالعطف بالحنان بالتودد، كل هذه خصال يحتاجها الإنسان ويجب أن يتقمص شخصيته هو الفنان بحد ذاته بعد ذلك يقدمها للآخرين. كما أشرت مسألة البكاء بالتحديد، كيف كنت تتعامل معها وما هو الذي كان يحفزك في تلك اللحظات بأن تتساقط قطرات الدمع من على عيونك على خديك؟ أعرض بخدمتكم نحن أنا في مسلسل يوسف الصديق كان لدي الكثير من الأوقات التي كنت أبكي كثيرا حقيقة، وكنت أشعر بأن في تلك اللحظات هي الدموع التي هي التي تنطلق من عيوني، ولا كنت أستفيد من الأشياء المصطنعية، وحاولت كل دموعي كانت طبيعية لأنني كنت أتحسس وكنت أدير الموقف بشكل حتى لا يقولوا أن هذا التصوير باعتبار كان في موقف آخر والبكاء في موقف، لا، في اللحظة كانت الدموع تخرج من عيوني. صحيح أن من ناحية التقنية والتكنولوجيا صحيح أن يتباكى الإنسان في لحظة في الماء، لكن أننا إذا صورنا تلك اللحظة وكل لحظة التي قد تزل فيها قدم الإنسان وإذا استشعر بها وأهميتها، عندها الإنسان يسعر من ناحية قلبه وينكسر قلبه ويبكي. وحقيقة الأمر هو أن عندما كنت أبكي في المسلسل كنت لم أرى أخي منذ مدة بعيدة، أبي لم كنت أشاهده، وعندما يكون الإنسان يدعو مع ربه يناجي ربه، أنا أعتقد أن الإنسان خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم النبي إذا وقف إلى مناجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأقول بعيدا أن لم يكن له قطرات على دموعه أن لا يبكى، لأن الله هو الذي يسمع صوته ويسمع آهاته وأناته، وهو الذي يمكن أن يلبي دعوته، لأن الله هو الذي يسمع أصواتنا. قد يكون يكون الأنبياء أقرب منا إلى الله، لكن الله يسمع أصواتنا جميعا. على أي حال الأنبياء بما أنهم يعرفون قدرة الله، يعرفون مكانة الله أكثر من الناس، عندها يبكون عندما يناجون ربهم، والذي يقوم بدورهم لا يمكن أن يقوم بدورهم ويناجي الله ولم يبكي. عندها بدون اختيار كنت أرى الدموع تتساقط، وعندما أظهر على الساحة وهذه اللقطات التي شاهدتموها قبل دقيقتين أو ثلاث، هذا كان نتيجة عمل 3 أيام، كل هذه اللقطات ربما كنت أبكي عدة مرات.